قد سبق لنا أن وجدنا الصيغة القانونية لثلاثية الحدود، لهذا نتساءل لماذا هذه الصيغة القانونية؟ لأي شيء تصلح لنا؟ إذا الصيغة القانونية نعلم أنها تكتب على شكل f لx يساوي a عدد معامل الحدودية من الدرجة الثانية الحد من الدرجة الثانية x ناقص الفا الكل أس 2 زائد بيتا، حيث الفا هو ناقص ب على 2 ا وبيتا اف لي الفا يساوي اف لي ناقص ب على 2. قلنا لماذا الصيغه المختصره؟ لماذا الصيغه القانونيه عفوا القانونيه لثلاثيه الحدود؟ بكل بساطه لمعرفه بعض عناصر هذه الداله، عندما يطلب منك ان تدرس الداله. نعم ساسبق الامور، عن الداله من هذا النوع تمثيلها المبياني يكون اما على هذا الشكل في معلم ممنظم متعبد الى اخره او اي جي، الشكل اما ان نجد الشكل على هكذا الى الاعلى ينظر الى الاعلى او هكذا ينظر الى الاسفل. هذا العدد مرتبط بهذين العددين اللذان وجدناهما في الصيغه القانونيه، وهو يسمى هذا الشكل يسمى الشلجم، وهذا يسمى براس الشلجم. اذا احد الاهداف ديال الصيغه القانونيه هو ايجاد راس الشلجم، ثم إيجاد هذا المستقيم الذي يسمى محور تماثل الشكل. نعم ثم إيجاد كذلك ما يسمى برطابة الدالة، يعني هل هي تزايدية أو هل هي تناقصية. نعم إذا الصيغة القانونية مهمة لإيجاد، إذا على المتعلم أن يكون مستوعبا لطريقة إيجاد هذان العددين الفا وبيتا بطريقة صحيحة، لأننا نستعمل الفا في إيجاد إحداث أفصول النقطة، هذه النقطة سنسميها مثلا أوميغا، إذا الفا أفصولها وبيتا أرطوبها، إذا هذه النقطة تسمى برأس الشلجم. نعم إذا هذه النقطة مهمة، لهذا ركزنا على الصيغة القانونية. نعتبر الدالة الحدودية من الدرجة الثانية المعرفة بما يلي، هذا مثال لدراسة دالة f لx يساوي 3x مربع ناقص 6x زائد 8. سيعطى لنا جدولا x وصورة ديال x، نأخذ بعض القيم، سنأخذ مثلا 0، نأخذ ناقص 1، نأخذ 1، نأخذ 2، ناقص 2 إلى آخره، نأخذ بعض القيم، ويطلب منا أن نملأ الجدول. عند ملء الجدول نستعمل هذه النقط لكي نمثل بعض النقط ذات الإحداثية X، النقط M ذات الإحداثية X F X، نقوم بتمثيل هذه النقط. نحدد أو نملأ هذا الجدول لكي نحدد أفاصيل وأراتب نقط تعطي لنا الشكل الذي يحدده هذه الدالة. إذا بالنسبة للصفر f للصفر نعوضه بصفر ونحصل على 8، هنا غادي نديرو 1 وهنا ناقص 1، f لواحد أعوض x بقيمة 1، 1 هنا وواحد هنا وأجمع وسأحصل على 5، أحصل على 5، هنايا 1 3 ناقص 6 وهي ناقص 3 هي 5، نعم، ثم ناقص 1، ناقص 1 هنا 1 في 3 3 زائد 6، نعم 6 و 8 14 و 3 17، نعم، ثم أعوض ب 2 أس 2 4 12، 2 ناقص 12 زائد 12 0 يبقى 8، 8 نعم 2. ثم بالنسبة لناقص 2 نحصل على هذا زائد 12 ونجمع الكل ونحصل على 32. إذا طريقة إيجاد هذه الأعداد، قد عوضت إكس بالقيمة 0 1 2 ناقص 1 2، وهنا ويمكنني أن أضيف أعداد أخرى. إذا حصلت على بعض النقاط، على بعض إحداثيات بعض النقاط من هذا النوع، فمثلا النقطة A ذات الإحداثيات 0 8، النقطة B ذات الإحداثيات 1 5، النقطة C ذات الإحداثيات 2 8، النقطة D ذات الإحداثيات ناقص 1 17، النقطة E ذات الإحداثيات ناقص 2
32. سأحاول أن أنشئ هذه النقاط رغم وجود أن أعداد بالنسبة للأراتيب هناك أعداد كبيرة. سأحاول أن أنشئ هذه النقاط. عند إنشائنا هذه النقاط سيظهر لنا أعداد عناصر متميزة التي ذكرناها سابقا. إذن سأنشئ معلما ممنظما متعامدا هكذا. معلم ممنظم متعامد. سأختار وحدة القياس هنا وحدة القياس. نعم إذن هذه إي وهذه جي صفر. إذن محور الأفاصيل محور الأراتيب. سأمثل هذه النقاط. هذه النقاط وجدتها بواسطة الجدول السابق وسأحصل على هذا الشكل. سأستعمل التربيعات الدكتار على هذا الشكل. سأحصل على هذا الشكل. النقطة بي 1.5، النقطة أ 0.8، النقطة دي ناقص 1.17، النقطة أ ناقص 2.32، النقطة C 2.8. إذن وأربط هذه النقاط بهذا الخط هكذا بهذا وسأحصل على هذا الشكل الذي يسمى الشلجم. أدنى نقطة هنا هذه النقطة تسمى برأس الشلجم وهي النقطة المهمة في هذا الشكل. الشكل الذي وجدناه في المثال السابق نعم هو التمثيل المبياني لهذه الدالة. إذن التمثيل المبياني ديال الدالة الحدودية من الدرجة الثانية يسمى بالشلجم. إذن التمثيل المبياني لدالة حدودية من النوع f x يساوي ax مربع زائد bx زائد c في معلم ممنظم المتعامد هو مجموعة من النقاط ذات الإحداثيات x f x الصورة ديال x. وهذا التمثيل المبياني يسمى بالشلجم. رأسه عندما أقول رأسه تلك النقطة الأدنى أو القصوية الأعلى. رأسه سأستعمل الحرف يوناني أوميغا. أوميغا أوميغا رأسه ناقص بي على 2 آ. هي أهمية ألفا التي وجدناها في الصيغة القانونية. وهنا الصورة ديال ناقص بي على 2 آ يعني بيطة هكذا. هذا رأس الشلجم. ومحور تماثله هو المستقيم الذي معادلته x يساوي ناقص b على 2 a. إذن هذا المستقيم الذي معادلته ناقص b على 2 a نعم هو محور التماثل ديال المنحنى. رأس الشلجم في المثال السابق أولا نحدد العناصر a إنها 3 b إنه ناقص 6 والسي إنه 8. إذن الصيغة العامة لرأس الشلجم أوميغا الأفصل وهو ناقص بي على 2 أ وهو ألفا في الصيغة القانونية. وهنا الصورة ديال ألفا يعني صورة ديال ناقص بي على 2 أ. نعم لنحسب ناقص بي على 2 أ يساوي ناقص ب وهو ناقص ناقص 6 وهو زائد 6 زائد 6 على ماذا؟ على 2 في 3 يساوي 6 على 6 يساوي 1. إذن ألفا هو 1. وسنحسب F لناقص ب على 2 A الذي يساوي F لواحد. نعم أعوض بواحد في 1 أس 2 ناقص 6 في 1 زائد 8 يساوي 3 ناقص 6 زائد 8 يساوي 8 ناقص 6 وهو 2 2 زائد 3 هو 5. إذن أوميغا رأس الشلجم هو النقطة ذات الإحداثيات 1 5 1 5. إذن هذا هو الإحداثيات لرأس الشلجم. محور تماثل الشلجم هو المستقيم ذو المعادلة x يساوي ناقص b على 2 a يعني يساوي 1. إذن محور تماثل الشلجم هو المستقيم الذي معادلة x يساوي 1. إذن في الشكل السابق الذي رسمناه على الدفتر نعم محور تماثل عندنا هنا 1 1 المستقيم هذا المستقيم الذي يوازي محور الأراتيب. ما يوجد في هذه الجهة يوجد في الجهة الثانية ولهذا يسمى بمحور تماثل الشلجمي.